الرحمن الرحيم. درسنا لليوم يا أبطال الصغار الفصل الثامن، معكم المعلمة الطيبة علاء الدين من مدرسة القيم النموذجية الأهلية. درسنا يا حلوين الدرس السابع، ضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد. فكرة درسنا لليوم أضرب عدد من رقمين في عدد من رقم واحد. عدد مكون من رقمين في عدد من رقم واحد في عدد دي رقم واحد. يا حلوين تعالوا نشوف أنا وياكم فقرة أتعلم. تتسع الحافلة الواحدة إلى 12 تلميذا، كم تلميذ تتسع 3 حافلات؟ هذه الحافلة أو الباص المدرسي الواحد يأخذ 12 تلميذا، كم تلميذ تتسع 3 حافلات؟ إذا 3 حافلات 3 باصات مدرسية، كم تلميذ؟ طيب هاي شو راح نحسبها؟ تعلمنا سابقا الضرب هو عملية جمع متكرر، يا إما نجمع 12 زائد 12 زائد 12، أو نضرب 12 في 3. اليوم راح نتعلم نضرب عدد مكون من رقمان في عدد مكون من رقم واحد. تعالوا أنا وياكم فقرة أتعلم. الخطوة الأولى، دائما أكتب العدد المكون من رقمين في الأعلى، دائما يكون العدد المكون من رقمين في الأعلى، دائما العدد المكون من رقمين يكون في الأعلى، دائما أخليها حلوين في الأعلى، والعدد المكون من رقم واحد خليه بالأسفل. دائما أكرر مرة أخرى، العدد المكون من رقمان يكون في الأعلى، والعدد المكون من رقم واحد راح يكون في الأسفل. أبدي أضرب يا حبيبي، أبدأ من الآحاد، أبدأ من العدد اللي بالأسفل أضربه مع آحاد العدد اللي بالأعلى، العدد اللي بالأسفل مع الآحاد. نبدأ 12 في 3، أبدأ 3 أضربها مع 2، 3 في 2 6، ثم أرجع يا حلوين العدد اللي بالأعلى أضربه مع العشرات، 3 في 1 3 فيكون ناتج 36. تعالوا نحل أنا وياكم أمثلة بعد يا أبطالي. عندنا 34 في 2، شوف شلون راح أبدأ أني أحل، شوف شلون راح أبدأ أني أحل. أرجو من الجميع التركيز وياي يا أبطالي الصغار، أرجو من الجميع التركيز وياي يا حلوين. أول ما راح أبدأ 2 أضربها في 4، إحنا اتفقنا العدد المكون من رقمان دائما يكون بالأعلى، العدد المكون من رقمان يكون دائما دائما بالأعلى، والعدد المكون من رقم واحد راح يكون بالأسفل. أبدي أضرب الاثنان، أضربها بالعدد بالآحاد العدد بالأعلى، 2 في 4، شوف شو راح أضربها، 2 في 4 8، ثم أرجع أضرب الاثنان في 3، 2 في 3 كم تساوينا؟ 6، يكون الناتج 68. راح أحل مثال آخر يا أبطالي الصغار، 12 في 3، شوفوا شلون راح أحلها يا حلوين، 12 في 3 وياي يا أبطالي الصغار. أرجو من التلميذ حمزة جلوس بصورة صحيحة يا بطل، حمزة ويانا حمزة، عندنا 12 في 3، اتفقنا دائما يا حلوين العدد المكون من رقمان يكون بالأعلى، والعدد المكون من رقم واحد يكون بالأسفل. أبدأ الضرب، أول ما أبدي 3 أبدي أضربها في الآحاد العدد الأول، 3 أضربها بالآحاد العدد اللي بالأعلى، 3 في 2، 3 في 2 يساوي لنا 6. أرجع 3 العدد المكون من رقم واحد أضربها في العشرات، 3 في 1 راح يساوي لي 3. ممتاز يا رهف، ممتاز يا رهوفة، ممتازة يا بطل يا رهف. هاي تحية لرهف مشاركتني ومركزة وياي، شكرا يا رهف. الآن عندي مثال آخر، 30 في 2، 30 في 2، دائما اتفقنا يا حلوين العدد المكون من رقمان راح يكون في الأعلى، والعدد المكون من رقم واحد راح يكون في الأسفل. أول ما نبدأ 2 في 0 أضرب الاثنان بآحاد العدد اللي بالأعلى، 2 في 0، ممتاز يا فطومة، ممتاز يا فطومة، 2 في 0 0،
أرجع أضرب الاثنان في العشرات، اثنان في ثلاثة كم يساوي لنا؟ ممتاز يا فطومة، ستة. فطومة جدا متفاعلة اليوم، ممتازة يا فطومة، يكون الناتج 60. ممتازين يا أبطالي الحلوين. الآن فقرة أتأكد يا صغاري، نفتح الكتاب يا حلوين. 149 يا أبطالنا الصغار، صفحة 149 فقرة أتأكد. يلا يا تلاميذ الصغار وياي، يلا يا حلوين، يلا يا أبطالنا الحلوين، يلا يا تلاميذ الأبطال، نفتح الكتاب صفحة 149. لدينا 22 في 2 يساوي مربع، هذا لازم نضربه. كيف نتعلم يا حلوين الضرب؟ نحوله عمودي بهاي الطريقة، 22 في 2، حتى يسهل علينا الحل نحوله عمودي. دائما اتفقنا العدد المكون من رقمان يكون هو اللي بالأعلى، يكون بالأعلى. ممتاز يا ميان، العدد المكون من رقمان يكون هو اللي بالأعلى. هنا يا عدد هو المكون من رقمان؟ 22. إذا 22 راح نخليها بالأعلى، في علامة الضرب نخلي العدد كم؟ 2. من أول ما نبدأ 2 في 2 يا حلوين، نضرب العدد بالآحاد، 2 في 2 4. ممتاز يا ميان، ثم نرجع 2 في 2 كم يساوينا؟ 4 يا حلوين، 4 يا حلوين. راح أحل مثال آخر يا أبطالي الصغار، أطلب من الحلوة، من الحلوين يشاركني بالحل؟ يا تلاميذي الصغار، من الحلوين يشاركني بالحل؟ من أبطالي الصغار راح يشاركني بالحل؟ يلا يا، يلا يا فاطمة علاء، فاطمة علاء، يلا يا فطومة، يلا يا فاطمة علاء. نعم حبيبتي فاطمة، فقرة أتأكد، أضرب 2 في 34 يساوي. نشوف يا هو الرقم يا هو الرقم من 2، خليه بالأعلى، يعني سوي العمودي 34. أي عدد نخليه بالأعلى يا فطومة؟ 34. العدد المكون من رقمان يساوي في الأعلى. أحسنتي، وبعدها نضربه بيا عدد؟ نضربه في عدد 2. في 2، يلا يا فطومة ابدأي الضرب. 4 في 2 يساوي 8. حبيبتي دقيقة فطومة، 2 في 4، أول ما نبدأ 2 في 4. في 4. 2 في 4. كم؟ 8. يساوي 8. بعدين ايش نضرب يا فطومة؟ 2 في 3. كم يساوي لنا يا حلوة؟ يساوي لنا 6. إذن كم يكون الناتج يا فطومة؟ 68. ممتاز يا فطومة، بارك الله فيك يا فطومة، ممتاز يا أميرة فاطمة، ممتاز يا فطومة، شكرا جزيلا يا فطومة يا حلوة. كان الناتج 68. فطومة ذكرت لنا أنه بالضرب نحوله عمودي للسهولة، نضع دائما العدد المكون من رقمان في الأعلى والعدد المكون من رقم واحد في الأسفل يا حلوين. نبدأ الضرب 2 من الأسفل، نضرب 2 في 4 8، ثم نرجع مرة أخرى 2 في 3 يساوي لنا 6، فيكون الناتج 68. شكرا يا فطومة. الآن عندنا سؤال 3، من الحلوين يشاركني من أبطالي؟ يلا يا شمس، يلا يا شمس علي، اطلب من شمس. يلا يا شموسة. مرحبا استانسة. أهلا حبيبتي شموسة، عندنا العدد 13 في 3، هو هنا للسهولة منطينا إياها عمودي. يلا يا شموسة ابدأي اضربي لنا. أول شيء نبلش 3 في 3 9. ممتازة فطومة، 3 في 3 9. بعدها 3 في 1 3. ممتازة يا فطومة، ممتازة. كم يكون الناتج يا فطومة؟ 9. يلا يا فطومة، عفوا 30. هاي الناتج 33، صحيحة صحيحة يا فطومة، 33 يا فطومة، 33 كم يكون الناتج؟ 9
39. ممتازة يا حلوة، ممتازة يا شموسة، شكرا يا حلوة. الآن أطلب من وحدة من الحلوات تشاركني من الحال. الآن نطلب من علي جنكيز. يلا يا علاوي. يلا يا علي، عندنا للسهولة الآن الحل كاتب لنا ضرب عمود. يا علي ممكن تضرب لي 32 في 2؟ 2 في 2 4، 2 في 3 يساوي 64. يساوي 4. نتأكد من حل العلاوي. 2 في 2 4 و 2 في 3 6، فيكون الناتج 64. شكرا جزيلا يا بطل يا علاوي، شكرا يا علاوي. أطلب من الجميع نقل الحل يا تلاميذنا الحلوين. أطلب من الجميع اللي نقل الحل يا أبطالي الحلوين يرفع الكتاب أمامي. ممتاز يا علاوي، ممتاز يا فطومة، ممتاز يا تلاميذي الصغار. الآن ننتقل يا حلوين، الآن ننتقل إلى سؤال رقم 5. من التلاميذ الأبطال يشاركني بالحل؟ في موقف باصات، في موقف للسيارات صفان، تقف في كل صف 24 سيارة، كم سيارة في الموقف؟ من يشاركني من الحل يا حلوين؟ أطلب من تلاميذي الصغار يشاركوني. يلا يا يوسف عدنان، يلا يا يوسف عدنان. نعم ست. في موقف في السيارات صفان، تقف في كل صف 24 سيارة، كم سيارة في الموقف يا يوسف؟ في الموقف نضرب. صحيح، أو نستعمل عملية الضرب. طيب احنا قلنا بالضرب من نضرب لازم نضرب بالطريقة العمودية، قلنا دائما لازم يكون العدد بالأعلى كم مكون من كم رقم يا يوسف؟ ها انا اثنين نضربها في أربعة اثنين في أربعة يساوي هو صفان، في كل صف 24 سيارة، إذا نضرب الصفان في 24. صحيح. طيب العدد اللي بالأعلى وبعد نخلي 24 اثنين في اثنين. دقيقة يا يوسف، دقيقة يا بطل يوسف. أربعة. حبيبي يوسف، ها عندنا موقف سيارات صفان بي صفين، وتقف في كل صف 24 سيارة، نستعمل عملية الضرب. طيب راح نضرب عمودي، من نضرب عمودي بالأعلى العدد يكون مكون من كم رقم؟ 24. أحسن، نضع العدد 24 بالأعلى. طيب وبالأسفل نضع يا عدد؟ يلا يا يوسف صح، 2. 48 العدد. 2، ممتاز. يلا يا يوسف نبدأ الضرب، شلون راح نبدأ نضرب؟ اثنان نضربها في أربعة يساوي، اثنان في أربعة يساوي 8. ممتاز. واثنان في اثنان يساوي 4. ممتاز يا يوسف، ممتاز يا بطل، شكرا جزيلا يا يوسف. أطلب من تلاميذي الأبطال نقل الحل. يلا يا حلوين أريد من الجميع تنقل الحل. يلا يا حمزة مهند، يلا يا حمزة مهند. يلا يا أبطال الحلوين، اللي نقل وانتهى من الحل يرفع لي الكتاب أمام الشاشة حتى يحصل على نجمتين للتفوق. اللي انتهى من الحل يرفع لي الكتاب. أول تلميذ حصل على نجمتين حسين وسام، أول تلميذ حصل على نجمتين حسين وسام، بعدها سنان عمار، بعدها يسار ميان هاني، حصلوا على نجمتين شمس عماد، علي محمد، ريتاج فياض، محمد لؤي، فطومة علاء، شمس علي. تلاميذ اللي حصلوا على نجمتين حمزة مهند وعلي جنكيز، يوسف عدنان. يلا يا بطلي، يلا يا بطلي يوسف عدنان أيضا نجمتين، وعلي توفيق نجمتين، ورهف. يلا يا حلوين شوف منو من التلاميذ. شكرا جزيلا يا تلاميذ الأبطال، شكرا يا أبطالي الصغار. الآن راح نكمل حل يا حلوين، راح نكمل يا أبطالي الصغار. سؤال 6، 11 في 5. يلا يا حمزة مهند، يلا يا حمزة مهند. نعم شانسي. يلا يا بطلي حمزة. 6 11، سؤال 6 11 في 5. احنا اتفقنا من عندنا عددين نضربه في عدد، دائما نحول عمودي لسهولة الحل،
من أبدي أربع مضاعفات. 55. نعم 55. طيب يا حمزة، أي عدد نضع في الأعلى؟ 11. نضع في الأعلى 11. في خمسة، يلا يا بطل شو راح تضرب يا حمزة؟ مين تبدأ الضرب؟ من الدعش. لا شو اتفقنا؟ نبدأ من العدد المكون من رقم واحد، نضربه في الآحاد. خمسة في واحد خمسة، وخمسة في واحد خمسة، 55. ونضرب نرجع الخمسة في واحد مرة أخرى فيكون الناتج 55. شكرا يا حمزة مهند، شكرا يا بطل، شكرا يا حمزة مهند. الآن يا أبطالي الصغار، سؤال سبعة، من يشاركني بالحل من تلاميذ المتفوقين؟ من تلاميذ المتفوقين يشاركني بالحل؟ يلا يا رهف، يلا يا رهوفة، يلا يا رهف، يلا يا حلوة، يلا يا رهف. حبيبتي رهف المايك من عندي جدا، افتح لك يا حلوة. تسمعيني رهف؟ يلا يا حلوة يا رهف. رهف المايك عندك مشكلة بيه حبيبتي، اطلب من تلميذ آخر. يلا من الحلوين يشاركني، منو من أبطالي الصغار يشاركني بالحل؟ أطلب من التلميذة زهراء لؤي، يلا يا زهراء، يلا يا زهراء لؤي. نعم سنسي. يلا يا حلوة يا زهراء، زهراء حبيبتي، عندنا سؤال رقم سبعة في فقرة أحل، اثنان في 43 يا وردة. طيب من نريد نضرب عدد مكون من رقم واحد في عدد مكون من رقمان، لسهولة الحل نحوله عمودي. طيب يا زهراء، من نحول عمودي أي عدد نضعه بالأعلى؟ أي عدد نخليه بالأعلى؟ يا عدد من هاي الأعداد المكون من رقمان. نعم؟ العدد الذي مكون من رقمان. أحسنتي. العدد الذي نضعه بالأعلى. أحسنتي، طيب هنا يا عدد مكون من رقمان يا حلوة؟ 43. 43. في يا عدد يا زهراء؟ اثنان. أحسنتي، يلا يا زهراء يا حلوة ابدأي اضربي لي. مين راح نبدأ الضرب؟ يلا يا زهراء. اثنان في مين نبدأ يا زهراء؟ نبدأ نضرب من ثلاثة في اثنان. لا اتفقنا نبدأ من العدد المكون من رقم واحد يا زهراء، من العدد اللي بالأسفل. اثنان في ثلاثة. اثنان في ثلاثة كم يساوينا يا زهراء؟ ستة. ستة، بعدها نضرب يا عدد بيا عدد يا زهراء؟ اثنان في أربعة. أحسنت يا زهراء، كم يساوينا؟ يساوينا ثمانية. ممتازة يا زهراء، إذا كم الناتج يا زهراء هنا؟ 86. 86، ممتازة. يا تلاميذ الحلوين، من نبدأ الضرب نبدأ من الأسفل بالعدد الصغير يا أبطال. اثنان في ثلاثة، نرجع مرة أخرى، اثنان في أربعة، ليس من الأعلى، من الأسفل نبدأ نضرب، من العدد اللي بالأسفل نبدأ الضرب يا حلوين. مثال آخر، أطلب من التلميذة رهف. يلا يا رهف، رهف طلبت تلميذ آخر. يلا يا رتاج، يلا يا حلوة يا رتاج. نعسس. أهلا يا حلوة. رتاج، عندنا ضرب العدد 33 في 3. 33 في 3 حول السهولة حول عمودي، دائما لازم نخلي العدد المكون من رقمان في الأعلى. طيب هنا 33 في 3، الرقم المكون من رقمين بالأعلى والرقم الواحد جوا، ونحسب 3 في 3 دقيقة. دقيقة رتاج، أي الأعداد مكونة من رقمين هنا؟
33. أحسنتي أحسنتي يا رتاج، 33 في 3. طيب يا حلوة يا رتاج، ابدأي لي ضرب. مين نبدأ نضرب يا رتاج؟ نبدأ نضرب من أو من الجو، يعني من الجو. أول شيء 3 في 3 يساوينا 9. نجيب هم 3. أحسنتي. الثلاثة هم نحطها ويا 3 اللي تصفها 3 ونشوف يطلع لنا هم 9، الناتج 99. شكرا يا رتاج، شكرا يا حلوة، ممتازة يا رتاج، شكرا يا رتاج، شكرا يا رتاج فياض، ممتازة يا حلوة. الآن أطلب من البطل سنان عمار، يلا يا سنان، يلا يا سنان. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام يا بطل، وعليكم السلام يا بطل. يلا يا سنان، عندنا سؤال رقم 9، 6 في 11. صورة أفقية، للسهولة نحولها بصورة عمودية يا سنان. يا بطل، لازم دائماً نخلي عدد المكون من رقمين بالأعلى والعدد المكون من رقم واحد بالأسفل. طيب هنا يا عدد راح نخلي بالأعلى يا سنان؟ 11. 11 في؟ في 6. أحسنت. يلا يا سنان ابدأ أضرب لي. مين نبدأ نضرب؟ شو اسمه؟ 6 في 1. 6 في 1، ممتاز. كم يساوي؟ 6 والفوق 6. 6. بعدها ايش نضرب يا سنان؟ 6 و1. أحسن، مرة أخرى 6 في 1، في 6 في 10. 6 في 1 كم يساوي لنا يا بطل؟ 6، يعني 66. 66، ممتاز يا سنان، ممتاز يا بطل الأبطال، شكرا يا بطل القيم، شكرا يا سنان. ممتازين يا أبطال الصغار. الآن يا حلوين عندنا مجموعة من الأسئلة، منو من أبطالنا يشاركنا بالحل؟ يلا يا ميان هاني، يلا يا ميان هاني، أطلب من الحلوة ميان هاني. نعم سانسي. يلا يا ميان. حلوة. اثنان وثلاثون في 3. اثنان وثلاثون في 3. الاثنان والثلاثة نضربهما. دقيقة ميان، دقيقة حبيبي، دقيقة ميان. قلنا نبدأ الضرب من العدد اللي بالأسفل، نبدأ نقول 3 في 2، مو بالأعلى للأسفل، 3 في 2. 3 في 2 6. 3 في 2 6، ممتازة. بعدها يا ميان ماذا نقول؟ 3 في 3 9. 3 في 3 9، ممتازة، ممتازة يا أميرة ميان، شكرا يا حلوة، شكرا يا ميان. الآن ننتقل ويا شمس عماد، يلا يا شموسة. السلام عليكم سامسي. وعليكم السلام يا حلوة. شموسة عندنا 24 في 2، أريد نضربها. من نبدأ الضرب يا شموسة؟ من الاثنين. أحسنتي، يلا أضربي لي. 2 في 4. ممتاز، كم تساوي؟ 8. 8، ممتاز. بعدها شو ننتقل، وين ننتقل يا شموسة؟ 2 في 2 4. ممتاز يا شموسة، ممتاز يا أميرة. كم كان الناتج يا شموسة؟ اقرأي لي اياه. 8 و40. ممتازة يا حلوة، ممتازة يا شموسة. الآن أطلب من التلميذ يسار علي، يلا يا بطل، يلا يا يسار. نعم سانسي. يلا يا بطل، عندنا العدد 31 في 4. 31 في 4. مين نبدأ الضرب يا يسار؟ 31 في 4. مين نبدأ نكتب الأربعة؟ نكتب الأربعة، الأربعة جوا وواحد وثلاثين فوق. تمام، هو كاتب لنا اياه، معطينا اياه السؤال بصورة سهلة، هو مرتب لنا اياه بصورة عمودية. طيب الآن مين نبدأ الضرب يا يسار؟ 4 في 1. 4 في 1. أحسنت. يساوي 4. 4، بعدها وين نضرب يا بطل؟ 4 في 3. كم يساوي لنا؟ 12. 12، كم كان الناتج يا يسار؟
124. ممتاز ممتاز يا يسار. أطلب من أبطالي الصغار نقل الحل في الكتاب يا حلوين. يلا يا أبطالي الصغار نقل الحل في الكتاب. أطلب من أبطالي الصغار نقل الحل في الكتاب يا حلوين. ممتاز يا يوسف. يوسف يحصل على علامة أي. يوسف عدنان يحصل على علامة أي. فاطمة علاء تحصل على علامة أي. شمس علي تحصل على علامة أي يا حلوين. علي جنكيز حمزة يحصلون على علامة أي. يحصلون على علامة أي. منو بعد؟ علي توفيق أيضا. رهف شمس عبد عماد. ممتاز يا حلوين. ممتاز سنان وعلي محمد. ممتازين يا أبطال القيم. ممتازين يا أبطال القيم. الآن يا حلوين سؤال 13 أطلب من واحد من الأبطال يشاركني. يلا يا علي توفيق. يلا يا علي توفيق. أطلب من البطل علي توفيق. يلا يا علاوي. عندنا هنا هو مسهل لنا الحل وكاتب لنا عملية الضرب بصورة عمودية. طيب يا علاوي من نبدأ الضرب يا بطل؟ 6-0 3-0. لا 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 علاوي شو اتفقنا؟ دائما نبدأ من العدد الموجود بالأسفل. نبدأ من العدد اللي بالأسفل نضرب. 3 في 0. 3 في 0 كم يساوي يا بطلي؟ 3 في 0 0. 0 ممتاز. بعدها نضرب يا عدد في عدد. 3 في 3. لا قلنا 3 في 3. حبيبي علي علي توفيق ماما نبدأ من العدد اللي بالأسفل. 3 في 0 0. بعدها نرجع 3 في 2 كم يساوي لنا يا علي؟ كم يساوي لي يا علاوي؟ احسبها. 3 في 6 6 6 ممتاز يا علاوي. 3 في 2 يساوي 6. شكرا يا بطل يا علي. ممتازين يا تلاميذي الصغار. الآن أطلب من تلميذ آخر. أطلب من تلميذ آخر يشاركني بالحل. منو من أبطالي المتفوقين راح يشاركني بالحل؟ منو من أبطالي؟ يلا يا تلاميذ الحلوين. منو؟ محمد لؤي. يلا يا محمد لؤي. يلا يا حمودي. عندنا مسألة سؤال 14 في البستان 3 صفوف من الأشجار. إذا كان في الصف الواحد 31 شجرة فكم شجرة في البستان؟ دائما يا حلوين حتى إما استعمل عملية الجمع المتكرر نجمع 31 مع نفسها 3 مرات، لكن للسهولة نستعمل عملية الضرب. راح نضرب 31 في 3 نستعمل. طيب نستعمل نكتبها بالصورة العمودية. طيب يا محمد لؤي يا بطل أي عدد راح نكتبه بالأعلى؟ من نضرب قلنا دائما العدد المكون من رقمان نكتبه بالأعلى. العدد المكون من رقمان راح نكتبه بالأعلى. 3 في 31 يساوي 93. حبيبي راح نكتبه بالصورة العمودية، يعني أي عدد راح نكتب بالأعلى؟ أرجو من جميع الأبطال الانتباه وياي، أرجو من جميع التلاميذ الانتباه وياي. راح نكتب يا عدد بالأعلى. يا عدد راح نكتب. محمد لؤي. لا دائما اتفقنا نكتب العدد المكون من رقمان بالأعلى. وين العدد المكون من رقمان يا بطل؟ 31. 31 نضربها في 3. نضربها في 3. أول ما نبدأ الضرب يا حلوين دائما نكتب العدد المكون من رقمان في الأعلى. نكتب العدد المكون من رقمان في الأعلى دائما ودائما يا أبطالي الصغار. نكتب العدد المكون من رقمان في الأعلى والعدد المكون من رقم واحد في الأسفل. ونبدأ الضرب من الأسفل يا حلوين. نبدأ الضرب من العدد اللي في الأسفل. 3 في 1 يساوي لنا 3. نرجع مرة أخرى. 3 في 3
يساوي 9. راح أرجع أكرر يا حلوين دائما يا أبطالي الصغار، من عندنا ضرب حول عمودي، نكتب العدد المكون من رقمان بالأعلى، 31 نكتبه بالأعلى والثلاثة نكتبها بالأسفل. نبدأ الضرب من العدد اللي بالأسفل يا محمد لؤي، محمد لؤي وياي يا بطل. نبدأ نكتبها من الضرب من العدد بالأسفل، 3 في 1، 3 أضربها بالآحاد رح ينطيني 3. أرجع الثلاثة نفسها أضربها بالعشرات، 3 في 3 رح ينطيني 9، فيكون الناتج 93. 93 يا أبطالي. الآن عندي مثلث، مطلوب من عندي كم ضلعان في 12 مثلث؟ كم ضلعان في 12 مثلث؟ يلا يا حسين وسام، حسين وسام، حسين وسام، يلا يا حسين، يلا يا حسين وسام. نعم شانسي. يلا يا حسوني. كم ضلعان؟ نعم. بس هذا الشيء انا ترى الحاسب وما تخلص الشحن مالتها. تمام حبيبي. اذا طفل انقطع اجاك بايل. كم ضلعان في 12 مثلثا يا حسين؟ المثلث الواحد كم ضلع بيه حسين؟ كم ضلع بالمثلث الواحد؟ تعال نحسب انا وياك، كم ضلع بالمثلث الواحد؟ 1 2. يلا يا حسين. 3. كم ضلع بالمثلث الواحد يا حسين؟ 3 أضلاع يا حسين. حسين 3 أضلاع يا حلوين. كم ضلع بالمثلث الواحد؟ 3 أضلاع. 3 أضلاع. أطلب من تلميذ آخر، من التلاميذ الحلوين يشاركني. يلا يا علي محمد، يلا يا علاوي، يلا يا علي. تسمعني؟ نعم. حبيبي علي، كم ضلع بالمثلث الواحد؟ 12. كم ضلع بالمثلث الواحد ماما؟ تعال نحسبه، 1 2 3. كم ضلع؟ 3. ممتاز. طيب إذا كان عندنا 12 مثلث، نضربها 3 في 12 صحيح؟ أو نجمع؟ صح. 12 3 مرات. طيب من أريد أضرب 12 في 3 كم راح أضربها يا علي؟ 12 فوق 3 تحت. أحسنت، 12 بالأعلى و 3 بالأسفل. يلا أبدأ أضرب يا بطل، أبدأ أضرب إياها. من نبدأ الضرب يا حلو؟ يلا يا علي، من نبدأ الضرب؟ 3 في 2 كم يساوي؟ 6. ممتاز. بعدها 3 في 1 3. ممتاز يا بطل الأبطال، ممتاز يا علي محمد، ممتاز يا بطل. يساوي 6. ممتاز يا علي، 36 يكون الناتج 36. 36. ممتاز يا تلاميذ القيم. الآن رح ننتقل سؤال آخر. يلا أطلب من البطل علي نور الدين. يلا يا علي نور الدين، يلا يا علي نور الدين. نعم سنسي. يلا يا علاوي، علاوي عندنا هذا السؤال، كم عجلة في 14 دراجة؟ كم عجلة؟ إذا الدراجة الوحدة كم عجلة بيها؟ يعني إحنا نسميها تاير، كم تاير بالبايسكل الواحد يا بطل؟ تايرين. تايرين، أحسن. طيب إذا عدنا 14 دراجة شلون رح نحسبها؟ نضرب. شلون تضرب؟ 14 في 14 في 2. ممتاز. طيب شو راح نضربها يا علاوي؟ 4 في 2. طيب أحسنت، أحسنت، 4 في. طيب نكتبها بالصورة العمودية للسهولة.
شو نكتب دائما قلنا بالصورة العمودية؟ يا عدد نكتبه بالأعلى، الأربعة عشر لو الاثنان؟ الأربعة عشر. ممتاز، أربعة عشر نكتبها بالأعلى. ممتاز يا بطل، في اثنان. يلا يا بطل ابدأ أضرب لي يا علي نور الدين. يلا يا بطلي ابدأ أضرب. أربعة في اثنين يساوي اثنان. دقيقة دقيقة يا بطل، شو اتفقنا أني وياك؟ من نبدأ الضرب نبدأ من الأسفل، نبدأ الضرب من الأسفل. اثنان في اثنان في أربعة كم يساوي؟ ثمانية. ثمانية، بعدها وين ننتقل يا بطل؟ اثنان في واحد يساوي اثنان. اثنان في واحد يساوي اثنان، كم يكون الناتج يا بطل؟ 28. ممتاز يا بطل، ممتاز يا حلو، شكرا جزيلا لك يا بطل، شكرا لك يا بطل. عفوا يا بطل، أطلب من تلاميذي الأبطال نقل الحل بالكتاب ورفع الكتاب أمامي، نشوف منو من الحلوين راح يحصل علامة أي أخرى. منو من الحلوين؟ شمس، يوسف، حمزة، علي توفيق، رهف، جميع التلاميذ يستحقون علامة أي، جميع التلاميذ يستحقون علامة أي. الآن يا أبطالي عندنا لدينا اختبار، أطلب من جميع أبطالي الحلوين فتح الدفاتر، أطلب من جميع أبطالي الصغار فتح الدفاتر وكتابة هذا الاختبار في الدفاتر. يلا يا أبطالي، يلا يا سنافر الصغار، أطلب من جميع الأبطال كتابته في الدفاتر وحله، كتابته وحله بالدفاتر. يلا يا أبطالي الصغار، أرجو من الجميع كتابة هذا الاختبار في الدفتر وحل. نشوف أول تنمير يحل ويانا، يقرب الكاميرا، يقرب الدفتر على الكاميرا. شمس عماد ممتازة، علي جنكيز ممتاز، رتاج فياض، رتاج سنان ممتاز، يسار علي ممتاز، رتاج فياض ممتازة، جميع أبطالي ممتازين. أين بقية التلاميذ يا حلوين؟ علي توفيق ممتاز، نشوف بقية التلاميذ. حمزة ممتاز، ميان ممتازة، يوسف عدنان ممتاز، فاطمة علاء ممتازة، ممتازين. رهوفة ممتازة أيضا، رهف ممتازة أيضا، علي محمد ممتاز، حسين وسام ممتاز، علي جنكيز أين الحل؟ يسار أين الحل يا بطل؟ يسار، يسار أين الحل يا بطل؟ ممتاز يا بطل، ممتاز يا يسار. الآن أطلب من تلميذ علي بكر يشاركني بالحل. يلا يا علي بكر، يلا يا علي بكر. أطلب من التلميذ علي بكر، أطلب من التلميذ علي بكر يشاركني بالحل. أطلب من تلميذ آخر يشاركني بالحل. أطلب من تلميذ رهف، رهف تشاركين بالحل. يلا يا يسار شاركنا بالحل. تلميذ، أطلب من التلميذ يسار. نعم سنسي. يلا يا بطل، عندنا 21 في 4، مين نبدأ الضرب يا بطل؟ 4 في 1 يساوي 4. ممتاز. 4 في 2 يساوي 8. ممتاز يا يسار، ممتاز يا أبطالي الصغار، ممتاز يا تلاميذ الحلوين، شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لمشاركتكم اليوم، كنتم رائعين يا أبطالنا الحلوين، كنتم رائعين يا تلاميذي الصغار.